بابا قال إنه السائق الجديد. مو بس السائق، المرافق كمان. خالد الله يرضى عليك، وصلهم إذا بدهم يروحوا، ووصل عبير كمان لأني بدي نام. لا بابا معلش، أنا ما رح أتركك، وبكرة من الصبح بدي أنقلك على مشفى خاص. لا بابا، هون كويس كتير، خدمات بتطير العقل، وأنا مبسوط هون ومو ناقصني شي. طيب بابا مثل ما بدك، أنا رح أروح بس بشرط عمي وابن عمي هن بيوصلوني. ها ماشي، الله يقيمك بالسلامة ولا يضرنا فيك إلهي. شكرا، لا بأس عليك إن شاء الله. شكرا. لا بأس عليك. سلامتك عمي. مع السلامة. قلبي عندك. مع السلامة بابا. خالد خذ. أستاذ عامر أنت تعبت ولازم ترتاح، أنا رح أستناك برا معليش. طيب ماشي. بس معقولة شو غليظ هذا اللي جوا؟ كمجرد سائق شو يعني؟ هذا السائق سمح له أبوك يحكي معي بقلة أدب وما حط له حد. عمو بابا تعبان ما له قدران يرد على حدا. أبوك ما كان تعبان لما قال له إنه بده ينام وكأنه عم يقلعنا. طيب خلص لا تضايق حالك روق. طيب بس شي مزعج ولا لا؟ معك حق. يلا تعالوا نطلع بها، تعالوا نطلع بها. يلا اجي روح. تعال تعال. عمو شو قصدك انت؟ يا بنتي طمعانين بابوك كتار وطمعانين فيكي اكتر، والناس بس تكبر ثروتها بتكتر اغلاطها، واخي يعني بلا مؤاخذه كبر وبلش عقله يضعف. لا عمو الله يخليك لا تحكي عن بابا هيك. يا عبير لازم هلا نقيم العواطف على جنب ونفكر بعقلنا. ليش نحن بتربطنا غير العواطف يا عماد؟ يعني لو كنت انت بتفكر بعقل ما كنا اتطلقنا وخلتني اتجوز جوازه تانية. شو قصدك عبير؟ قصدي لو ما كنت بحبك ما كان ممكن ارجع لك، وهلأ يا عماد اذا ما بدك تثبت لي انك بتحبني كمان ما ممكن ارجع لك. عبير صدقيني اني ندمان على ايام زمان ومعترف بغلطي، كنت مضروب على قلبي مامي على بصيرتي، بعدين عبير يعني صرنا حاكين بهالموضوع كذا مرة، انت حلمي الابدي. عم تسمع يا عمو؟ عم بسمع يا بنتي، وأنا المسؤول، ومن هلا ورايح إذا بيغلط بحقك لا هو ابني ولا بعرفه. نحن هلا لازم نكون مكونين عيلة وعم نبني مستقبلنا. عماد أنا بدي أفهم، أنت ليش ما كان بدك يانا نجيب أولاد؟ اسمع هالحكي بابا اسمع، بدك يانا نجيب أولاد يعني معقولة ما نشم شوية هوا، ما نعيش حياتنا، الأولاد بيلزمونا بالبيت، صح لما لا بابا؟ هو بدك الحق يا بنتي، الشيء اللي عم يقوله كلام واحد عائل. شفت شلون؟ هلا لا تلخمني مثل العادة عماد، أهم شيء بعد ما نتجوز إنه نعمل عيلة كتير ظريفة، وما بدي منك أي حجج جديدة. يا ستي هي جواربي، إذا مرأة أعمي على قلبك بالولاد بعدين رح نرجع لبعض ورح تحبيني أكتر من أول بيت مرة، بتشارطي؟ لا خلصوني بقى، بلاها الغزل هلا بالطريق، امشي وصلني على البيت وتوصل بنت عمك بعدين. يلا تفضل. كيف امرك خانم؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عبورة بدك شيء؟ لا سلام. كيفو هلا كيفو؟ الحمد لله عمو ماشي الحال. يعني يا وردي ضحك ضحك. عمو عمران انا اسمي عبير. عبير يعني وردي، بس هلا طمنيني ضحك. والله ما بعرف والله نسيت. نسيتي نسيتي يا وردي؟ ابو الدراويش اذا ما ضحك ما بتشتي. عمو عمران انت ليش بضل حامل هاي العصايه؟ ليش؟ حتى اذا نزل راسي لتحت ارفعه لفوق، الراس لازم يضل لفوق. يلا عن اذنك. وين رايح؟ رايح انه ندعو له حتى يضحك. دعوا له لأبو الدراويش حتى يضحك، دعوا له.
هي احسن فرصه لك يا عماد، فهمها بقى. طيب بابا شو لازم ساوي؟ الزاع عنده بالفيلا، قنعها تتجوزك برضا او غير رضا. هلا وقتك يا عماد، الفرصه البني ادم لازم يستغلها، يا اما بتروح وبتروحنا معها. سعديه راح تعطي الدواء لامك. ألو. نعم. ألو منير. إيه كيف شغل؟ أمتوا المواد؟ كتير عال. اسمع يا منير، أنا وعماد مالنا نازلين على الشغل اليوم. ولك شو بدك بالعلاك؟ خلاص مشغولين. إيه دير بالك. مع السلامة. شوفي البنك رفض التسوية. شو؟ ولجنة الحجز طالعة على المعمل. الله لا يعطيك عافية. بابا أنا شو دخلني؟ لك قلت لك روح ادفع لك قرشين. أنا قرشين هدول؟ إيه منير مو دفع قرشين، دفع ألوف وما استفاد. لك منير ماله مصلحة، حتى بيكون لها تنصر كمان. طيب هلا شو نساوي؟ شو ساوي؟ أنا إذا ما دبر المبلغ بدي جن، أكيد رح أجن، عم تفهم علي؟ بدي جن. لك شو بدنا نعمل يا عماد؟ بابا شو بعرفني؟ ايه متضايق اكثر منك انا. القصه مو قصه مضايقه. القصه قصه المعمل اللي رح ينباع بالمزاد العلني. في معنى وقت، في معنى وقت. ولك يا ابني يعني هذا الوقت شو بدنا نعمل فيه؟ انا ما خليت انسان ما سالته، كل واحد بعرفه سالته والبنك اصدر قراره وخلاص. لسه في عنا امل. بشو؟ الارض تبع ماما. ارض صالحه للعمار وحقها غالي. ولك يا ابني امك مريضه جوا واذا بتعرف بتموت. إذا ما في غير بيت عمي عامر وبنته عبير. عمك على كلين يعني بهالوقت الضيق هاد تقدر تزبط القصة وتتجوزوا؟ ممكن. إذا تزوجت عبير إيه ورثت لحالة من جوزة ملايين. إذا ما في عنا غير الحل بس لازم نركز على المزبوط وإلا تشرشحنا وتبهدلنا بين الناس. خلص بابا ترك الموضوع علي إلي. روح الله يرضى عليك شق على أمك وشوف سعدية إذا عطت الدواء ولا لا. نبي ما أحكي معاني بيك. يلا معقول يمضى العمر هيك يا عبير؟ يمضى العمر من دون ما تعيشي أمومتك تشوفي ابنك بين إيديكي؟ عمو شو قصدك انت؟ يا بنتي طمعانين بأبوك كتار وطمعانين فيك أكتر، والناس بس تكبر ثروتها بتكتر أغلاطها، وأخي يعني بلا مؤاخذة كبر وبلش عقله يضعف. لا لا عمو لا لا تحكي هيك عن بابا. الله يخليك. صارت الدنيا الظهر، العالم بتفيق من الصبح وبتقول يا رب. لك شو العالم اللي عنا هون؟ مثل الأموات المحنطين بدهم بخ حتى يرفعوا الأربعة. عمو عمران شو في؟ لك شو شو في يا وردة؟ لك شو شو في؟ اليوم جاي المعلم حبيبنا كلياتنا، شو نسيتي يا وردة؟ لك لا ما نسيت بس لسه بكير، يعني هو بيكون لساته ما فاق. هو لازم ينام بيرتاح، لازم بحقله من زمان، بس نحن لازم نقوم. طيب عمو شو بدنا نعمل؟ أبصر بس يعني لازم نفكر شو من السبل والسبع الحلو. برافو عليك يا عمو عمران، صدقني انت بركة هاي الفيلا. طيب وين الباقيين؟ شو بعرفني؟ شي نايم شي قاعد، حتى لا قاعدين نص اموات. طيب هلا انت فكر شو بدنا نعمل لاستقبال بابا، وانا رح روح اشرب لي فنجان قهوة. ماشي؟ يا بلش مخ وردي ورد.